وافق مجلس النواب بصفة الاستعجال خلال جلسته برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس المجلس على تقرير لجنة الخدمات بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى. كان لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني نصيب الأسد من الأسئلة، والتي كانت بمجملها تتحدث عن الخطط الإنشائية والتطويرية للوزارة في محافظات المملكة. فالبداية كانت مع الدائرة الخامسة في المحافظة الجنوبية حول مصيل الورش والجراجات واختلاطها في المناطق السكانية. تمت موافقة من قبل مجلس الوزراء بتعيين منطقة جنوب المعامير لتخصيصها كمنطقة صناعية، ولكن لم يتم تحديد وقت معين بالنسبة للنقل. أوضحت إلى سعادة النائب أن التداخلات اللي موجودة في المناطق القديمة هي ترسبات قديمة، لأن الوضع الحالي لا يسمح في تداخل استعمالات الأراضي. المناطق السكنية مخصصة للسكن، والمناطق الخدمية إلى الخدمات. وفي الحد تحديدا كان سؤال متعلق بالانبعاثات الغازية الصادرة من المصانع وتأثيرها على قاطني المنطقة. الوزير كالعادة طمني ان هذه يعني الانبعاثات او الغازات لا تشكل ضررا بالنسبة لأهالي، وطلبت منه ان يقوم بزيارة لمدينة الحد والاجتماع بأهالي المنطقة ليكون هناك اطمئنان اكثر في هذا الخصوص. جهاز البيئة هناك محطة الى قياس تلوث الهواء والانبعاثات الهوائية، وكانت هذه المحطة خاضعة الى الصيانة في فترة سابقة، استعاض عنها جهاز البيئة بمحطة اخرى متنقلة في ذلك الوقت هذا، والآن هذه المحطة تعمل كمثيلاتها في الأخرى. السؤال الثالث أخذ منحنى آخر وتساءل عن خطط الوزارة في مواجهة النمو المضطرد في أعداد السيارات والازدحامات المرورية. خلال 8 سنوات قادمة راح تتضاعف العدد، يوصل إلى 900,000 سيارة، قريب المليون سيارة، وهذا غير يعني معقول في البحرين، وبالتالي لابد من وجود حلول أخرى. سؤالي كان يتعلق حول هذا الموضوع. وضحت إلى سعادة النائب خطط الوزارة بمجال تطوير شبكة الطرق الاستراتيجية وبرامجها، من موضوع رصف الطرق الترابية إلى تحسينات الطرق إلى السلامة المرورية. وفي ختام الجلسة وافق المجلس على تقارير لجنة الخدمات فيما يتعلق بقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد، وأحاله إلى مجلس الشورى. سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.